هي ايه حكاية الدعم النقدي؟ وهل الحكومة هتطبقه بدل من التموين؟ طب ايه هي الفئات المستحقة للدعم الجديد؟ وايه الفئات المستبعدة؟ خليكم معانا عشان تعرفوا التفاصيل. معظم المواطنين دلوقتي بيبحثوا عن الدعم النقدي الجديد اللي أعلنت عنه وزارة التموين، وقالت إنه هيساهم في وصول الدعم المستحقين وهيفوت الفرصة على أي حد غير مستحق. وفعلا الناس مهتمة جدا بالموضوع ده، وخاصة بعد تصريحات وزير التموين امبارح عن هيكلة منظومة الدعم. ونقدر نقول إن وزارة التموين ناوية على التحول للدعم النقدي بدلا من الدعم العيني، يعني بدل السلع التموينية حضرتك هتاخد مكانها فلوس وتشتري لنفسك فيه، ولكن في فوائد كتير هتعود على المواطن والدولة من تطبيق الدعم النقدي الجديد. أول مزايا الدعم النقدي هي ضمان حصول المواطن على حقه، وكمان تقليل فرص الفساد المرتبطة بتوزيع السلع العينية، يعني زي ما قلنا حضرتك هتاخد حقك فلوس، وده هيمنع أي فرصة على معدومي الضمير إنهم يبيعوا السلع أو يتلاعبوا أو يتأخروا في تسليمها للمواطنين. طب يا ترى إمتى الحكومة هتطبق الدعم النقدي؟ بص يا سيدي، وزير التموين الدكتور شريف فاروق أكد إنهم مهتمين جداً بإيصال الدعم المستحقين، وإن بلغة الأرقام بتصل قيمة الدعم بصورته الكبيرة اللي بتوجهه الدولة للمواطنين بمبلغ يفوق 636 مليار جنيه، أما الدعم السلعي والخبز فبيتخطى 135 مليار جنيه بعد ما كانت 63 مليار جنيه تحملتها الدولة في فرق توفير السلع الخاصة بالتمويل، وده معناه إن الدولة عمرها ما ترفع إيديها عن الدعم اللي بتقدمه للمواطن، وعندها إصرار كبير إن يوصل الدعم للمستحقين. وكشف الوزير إنه هيتم تطبيق المنظومة الجديدة للدعم بعد الانتهاء من كل الأمور الفنية والإحصاءات والمراجعات، وتحديد كمان الفئات المستحقة للدعم وكيفية توصيل الدعم النقدي للناس. ونقدر نقول بحسبة بسيطة إن نصيب الفرد في حالة التحول من الدعم العيني للدعم النقدي هيكون حوالي 175 جنيه شهريا، شامل رغيف العيش والتموين. ومع بداية الموازنة الجديدة لسنة 2025 هنبدأ أول خطوة في تنفيذ النظام ده على مستوى كبير. ولكن قبل إلغاء بطاقات التموين نقدر نقول إن في فئات كده مش هتاخد الدعم النقدي ده، وهي كل رب أسرة يتجاوز استهلاكه للكهرباء 1000 كيلو وات، كمان اللي بيدفع فاتورة محمول مرتفعة أكتر من 600 جنيه شهريا، وكمان اللي متوسط المصروفات المدرسية لأكتر من طفل 20000 جنيه. ضيف على ده بقى مالكي الحيازات الزراعية لأكتر من 10 أفدنة فأكتر، وكمان اللي بيسدد ضرائب 100000 جنيه فأكتر، وكمان أصحاب شركات رأس مالها 10 مليون جنيه وأكتر، واللي عنده عربية موديل 2017 فأعلى، وكمان سارق التيار الكهربائي، وكمان المتعددين على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة. طب إيه هي فوائد القرار ده؟ نقدر نقول إن من فوائد التحول للدعم النقدي هي تقليل فرص الفساد المرتبطة بتوزيع السلع، يعني هتحصل عدالة، وكمان الدولة هتضمن وصول المساعدات للفئات المستحقة مباشرة. ضيف على كل ده إن الدعم النقدي هيساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى المعيشة، وكل ده هينعكس بالإيجاب على حياة المواطن والاقتصاد المصري. وإنتوا كمان قولوا لنا شايفين القرار ده إزاي؟ وهل هو أحسن للمواطنين؟ شاركونا برأيكم في الكومنتات وما تنسوش الفولو عشان نقول لكم كل جديد.